انا مش عارف طبعا حكايه السجاير، ازمه السجاير او مشكله السجاير دي جايه منين. انا ما عنديش يعني رغبه في ان انا اتكلم فيها كتير، لان انتوا شفتوا الفيديوهات اتعرضت في برامج كتيره جدا في موضوع السجاير وعدم انضباط الاسواق في موضوع السجاير. بس انا لما قريت الكلام هنا ان علبه السجاير وصلت لارقام قياسيه، الحقيقه يعني اتخضيت. بس المشكله انه زي ما انتوا شايفين قدامكم كده بيتكلموا على ان احنا بنصدر سجاير. لا، اللي قبله ده اللي هو 35 مليون دولار صادرات مصر من السجاير في 4 شهور. يعني يا جماعه، من المعلوم بالعلم بالضروره ان انت عشان تصدر حاجه لازم يكون عندك اكتفاء ذاتي منها. ده معلوم في اي حته في الدنيا يعني. طب احنا عندنا ازمه وصلت علبه السجاير 80 جنيه. طب احنا بنصدر ازاي يعني؟ والحقيقه لما قريت الخبر ده وقريت الارقام دي، انا لسه عايش في الدنيا يعني. انا مش بكلمكم ان الواحد ايه غادر الدنيا زي اهل الكهف كده 300 عام ويزدادوا 9 ورجع تاني شاف الاسعار. ده لسه عايش. ده انا كنت بجيب علبه السجاير دي ب 40 قرش. اه والله كنت بشتريها ب 40 قرش لاخويا. أربعين قرش. تمانين جنيه ازاي يعني؟ أنت عارف يعني إيه؟ السيجارة بأربعة جنيه. السيجارة اللي هي خلصت دي بأربعين جنيه، بأربعة جنيه. هو في إيه بيحصل في مصر؟ والله ما أعرف. طبعا بيقول لك اسعار السجاير 80 و65 وحاجات زي كده ومش هتبقى موجوده اصلا. والتصريحات دي اصلا تصريحات مضره جدا طبعا، لانه انت دلوقتي لما انت كتاجر او مستهلك او وسيط لما تسمع دلوقتي رئيس الشعبه دلوقتي هيقول لك ان السجاير هتختفي، بتعمل ايه؟ انت راجل صاحب كيف؟ يا جماعه هنا اصحاب الكيف يعني ايه؟ ما بيصدق ياخد فاصل ويروح يطلع يضرب سجاره بره. مش قادر، هو صاحب كيف، ربنا يتوب على الجميع يعني. طب بيعمل ايه صاحب الكيف؟ لازم يخزن. طب مش عارف يخزن دلوقتي. واللي بيسمع كده التاجر او الوسيط. انت عارف التاجر الوسيط المفروض العلبه دي حسب الاسعار بكام؟ ب 24 جنيه. العلبه دي سعرها ده ولا المخدرات يا جماعه. ب 24 جنيه. تخيل انت واحد معاه 100,000 جنيه واستثمرهم في السجاير. الله. او واحد مثلا معاه ربع مليون جنيه عشان نقربها، راح جاب بيهم 100,000 علبه. ولا جاب 1000 علبه، 24 في 10,000 علبه. جاب بيهم 10,000 علبه. فدلوقتي كسب كام؟ حوالي نص مليون جنيه. في 10,000 علبه سجاير. ده اللي كان بيتاجر في البانجو زمان والمخدرات والحشيش ما يكسبهمش. نسمع رئيس الشعبه. مخزون السجاير شوفوا بقى اللي جاي دي، ما يكفيش اكتر من شهر ونص. مخزون سبب المشكله تباطؤ الحكومه قولا واحدا. سبب المشكله اللي البرلمان واخدين اجازه 3 شهور، مش حاسين بمعاناه. احنا ما بنشجعش التدخين زي ما حضرتك قلتي، التدخين مسؤوليه كل مدخن. متفقين على كده، ما بنقولش حد دخن. لا، ولكن حضرتك ده قطاع مصريين داخل جمهوريه مصر العربيه. عايز اعرف هو علبه كليوباترا بكام؟ في السوق السوداء النهارده؟ لا لا لا، بكام؟ سعرها الرسمي 24 جنيه يا فندم. جميل جدا، 24 جنيه سعر علبه الكليوباترا اللي هي السجاير الشعبيه بتاعتنا. اللي هي الفئه الدنيا. طيب دلوقتي انا اروح الكشك اجيبها بكام؟ 55 جنيه. حطيت في تاجر جمله كبير. ده الحوت الكبير. بيدي للموزع تجزئه. الموزع تجزئه بيدي للكشك. الفرق ده كله بيتوزع بينهم. واحنا قاعدين نتفرج. في عندنا حوت كبير وحيتان صغيره وحيتان متوسطه والموضوع مش السجاير بس، الحقيقه الكنز الكوكاكولا والشويبس والحاجات دي كلها هتزيد. ادي الجدول نشروه. جدول بتاع الحاجات دي يعني
بقول لكم مش يعني ايه اللي مش هيزيد في مصر كمان، متوسط اسعار الزملاء طبعا بيتابعوا موضوع الاسعار ده، وانا ما بحبوش الحقيقه، لان انتوا ادرى منه، ادرى منه بيه، الادرى بيه منه يعني، فراخ وسجاير و...